السلام عليكم عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله، أهلا يا هدير، اتفضلي معلش يا استاذة دعاء، انا بس ليا سؤالين عند حضرتك. اتفضلي. السؤال الاول، انا لقيت بنت من 7 سنين كنت نازلة في الفطار ورجع وانا نازلة لقيتها تحت بير السلم. كانت عندها يعني مثلا يومين يوم و... يوم او يومين، فاخدتها ورحت يعني سلمتها، وبعد كده عملت كل الاجراءات وسلمتها. للعلم ان انا كان بقالي 10 سنين متجوزه ما بجيبش اطفال، يعني انا اصلا انا اللي عندي المشكله، وجوزي كان موافق على كده جدا. يعني لما جيت اخد البنت دي خدتها وربيتها، بنتي بقى يعني دي خلاص بنتي انا. فلما جت البنت، يعني جت البنت لقيتها جوزي جه فجاه الاول قال لي انا البنت دي مش عايزها، لازم ترجع الملجأ فجأة كده. فازاي يعني انا اربي 5 سنين بقى لها متجوزة، قد ايه معاكي؟ يعني دلوقتي بقى لها 8 سنين. هو جه من 3 سنين كده قال لي ايه، قال لي لا انا مش هينفع البنت دي اكمل بيها، لازم ترجع الملجأ تاني. ليه؟ فاستغربت جدا، ازاي يبقى عندها 5 سنين مربيه 5 سنين واخدها عندها يعني ما فيش 15 يوم بعد الاجراءات، وانت تيجي تقولي سيبيها بعد 5 سنين؟ انا ما اقدرش اعمل كده ومستحيل. المهم يعني انفصلنا، وبعد ما انفصلنا عرفت ان هو كان متجوز من سنتين ومعاه توأم. فده مش ايه، مش هو ده المشكله. انا انفصلت عنه بسبب البنت. فدلوقتي البنت حاليا مريضه عندها الكليتين تعبانين، لازم يعني حد يبرع بالكليه. وانا ينفع ابرع لها بالكليه دي؟ ده السؤال الاولاني، ان انا يجوز ليا عشان هي بس مش بنتي، بس انا الام، يعني مفيش اي ام غيري، انا الام. ايوه، ما هو لازم، انت عملتي التحاليل والكده وقالوا ان انت مطابقه. مطابقة لكل حاجة، ومفيش هيبقى مفيش أي ضرر عليا ولا أي حاجة. بس أنا بسأل طبعا في نقطة الدين، إن أنا مش أمها اللي خلفتها، بس أنا الأم اللي ربت، يعني أنا الأم اللي تعبت وأنا الأم اللي ربت. هل ده حرام أو حلال؟ السؤال التاني، هاخد من انا يعني انا اللي بنفق عليها في كل حاجه، وبحاول ان انا اوصل لها السبل اللي هي تبقى تفضل عايشه معايا بيها. يعني سؤال تاني، انا دلوقتي هاخد من حد 20 جرام، بس حضرتك ركزي معايا، 20 جرام ذهب، عشان السؤال ده مهم بالنسبه لي جدا. احنا طبعا عمليه انا وهي، فمش عارفه هنخرج ولا ايه اللي هيحصل يعني. 20 جرام ذهب، هيرجع 20 جرام ذهب 40 جرام ذهب. العمليه قدامها 4 ايام. ال 20 التانيين اللي هم اللي الراجل زودهم دول، هيبقى حرام عليا انا ولا عليه هو؟ هو بيديكي بالفايز، يعني ترجعيهم له بالفايز، هو كده يعني. ده 100% هو زيادة بتاع دهب باخد 20 وهرجعهم له 40 على اقساط بقى. على على مش هقدر طبعا ارجعهم مره واحده، لو اني لو اقدر ارجعهم مره واحده كنت وفرت حق العمليه، كنت وفرت حق ال 20 التانيين. بس انا دلوقتي مضطريه، العمليه قدامها ايام وهي حالتها مش هينفع تستنى، وانا ام، وربنا ما يحرمش اي حد من رناء ابدا، ما اتمناش لاي حد يبقى في يا الموقف ده، حبيبتي، ما اتمناش لاي حد. هي العملية تتكلف كام؟ هي هتتكلف بتاع 24، انا معايا 4 ففاضل ايه 20، فانا هاخد ال 20 دول هجيب بيهم ايه؟ يعني هاخد ال 20 جرام هيجيب لي 20,000. فالموضوع هيبقى يعني هيبقى سهل بالنسبه لي، والعمليه قدامها ايام. فانا بس بستاذن هو انت هتعملي العملية فين؟ احنا هنا في البحيرة حضرتك، في مستشفى ما، يعني طيب مش حاضر. هذكر اسمها، مش بعد اذنك بس تفكرها لي كويس عشان افهم بس. شكرا. طيب ماشي، التبرع بالكلية في هذه الحالة حلال أم حرام؟ احنا مش هنخصص التبرع بالكلية في الحالة دي، لكن هنعممها. في بعض الآراء قال لك لا يجوز التبرع بالكلية أو لا يجوز التبرع بالأعضاء، لأن الأعضاء ليست ملكك. قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كلام جميل يا فندم. وفي العصر الحديث أجازتها دار الإفتاء وطلع بها قانون وقال لك يجوز التبرع بالكلية حيا كان أو ميتا، بدليل أو بشرط الوحيد أن ما يكونش ضرر على المتبرع، ويكون عمل التحاليل كاملة، عشان ما نجيش نصلح حاجة نفسد الحاجة التانية. ما يكونش فيه ضرر على المتبرع، ادي واحد. اتنين، ما يكونش فيه استغلال او تجاره في الاعضاء. يعني انا ما بيعش عشان كذا، او ما يبقاش فيه استغلال او ضحك على الناس. غير كده ان شاء الله يجوز. وفي الحاله دي خاصه، يعني ربنا يجزيك خير. شوف فعلا يا فندم، يا بتقول انا اللي ربيت، القران قال الكلام ده، قال وقل رب ارحمهما مش كما خلفاني.
كما ولا انجباني. رباني. ايوه كما رباني. الاب الحقيقي اللي ربى والام الحقيقي اللي ربت، انما الاب اللي جاي اللي خلف ورمى في ورمى في الشارع والام اللي ولدت ورمت في الشارع، ده ما ينفعش نقول عليها ام، وده ما ينفعش ياخد لقب اب. انت الام الحقيقيه فعلا وربنا يجزيكي خير، بس اتاكدي طبيا ما يكونش في ضرر واقع عليك باذن الله تعالى. طيب وموضوع الراجل اللي سلفها، حرام عليها هي ولا حرام عليه هو؟ ده انا نيضان من الراجل ده بصراحه، لان هو استغل موقف الست دي. يا عيني الست فقيره ومسكينه، وشوفي يا فندم اتحملت، اتفصلت واتطلقت علشان خاطر ما بتخلفش، وجوزها كمان كان غرر بيها. يا سيدي حقك تتجوز، بس ما تغررش بيها، ما تضحكش عليها، ما تخدعهاش. لكن انت هي الست يعني جزاك الله انا خير. بس ما فهمتش الرقم، هي بتقول معايا 4 وهو هيديني بص 20 يا فندم، و20. هي معاها، هي قال لك بالظبط، هو العمليه تكلف 24000، هي معاها من 24000 جنيه معاها 4 4000، وهو فبقى هيدي لها 20000، فهيديها 20 جرام، الجرام دلوقتي ب 1000. حضرتك كده وصلت المعلومه؟ هياخدهم بقى 40 جرام ايا كان الجرام وقتها بكام. يعني استغلال ما بعده استغلال، واكل بالربا ما بعده اكل ربا، وحرام ما بعده حرام، وهتحاسب. بدل ما تقف جنبها وتقف معاها وتعمل حاجه لله سبحانه وتعالى، والله انا مش عارف اقول لك ايه. انا بحييك يا حاج على الهوى، وانت لو ما قدامكيش اي مخرج تاني او اي بديل او اي حل ان انت تعملي عمليه للبنت اللي انت ربطيها دي، اللي هي بنتك بمعنى التربيه اعزكم الله، ما ده انت مضطره ليه، وليس عليك اي ذنب، ولكن الذنب على الراجل اللي استغلك ده. وربنا يسدد ما عليكي، ويا رب ربنا يفرج كربك ويكرمك باهل الخير اللي يقفوا جنبك يا رب العالمين. وانا واثق ان اهل الخير موجودين، ويروحوا يبصوا على الست ديت ويشوفوا على الطبيعه، وعندي يقين بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله. هيك اسماء سور القران الكريم الاسماء. وعايزين يا فندم نشد على الام اللي رمت، دول طبعا هتحاسب. دي ربنا اداكي امانه ورمتيها ايا كان، كانش ينفع ترميها ابدا.